بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل رجان بن كتابة درسي كن درسي كتابة أصول الثلاثة والدليل رجان على موته دعاء سارة دعاء ربي إرتي صلى الله عليه وسلم نجاف رحمن ربي سنره جراته قوله تعالى جت ربي إنك أتيا محمد ميت دعاء وإنهم إسان اللين ميتون رمو لا ثم إنكم إيغسي إسينينكم يوم القيامة يا قياما عند ربكم ربي كيسن بلتي تختصمون والفالمتني تكا والناس المنما إذا ماتوا يودوا أن يبعثون نكافا من والدليل رقان قوله تعالى إيش ربي والآن يتين ميدوا إيكافا منها دكتي تنرى خلقناكم اسم أبن أباك اسم آدم من وفيها دكتي مثلا نعيدكم اسم ديبسنا اسن الجيسنا ومنها دكتي مثلا نخرجكم اسم بافنا تارة أخرى مرة بودات تقول يا سنجتو وقوله تعالى دكتي ربي والآنيتي والله رب أنبتكم اسم جرا من الأرض دكتي إرى نباتا اسن اسم جرا ثم يعيدكم ايجا رب إسن دي بسا فيها دشيتنا كيساتي ويخرجكم إِسِمْ باسا إخراجا باسنسا باسو إِسِمْ باسا وبعد البعث إيجا فَمَاتِي محاسبونا وَمَجْزِيُونَ مورا ومجزيونا غلطة بأعمالهم دلقاء اسانيتين والدليل رقان قوله تعالى جتش ربي والآنيتي ولله ربي كنا في ما في السماوات واني سمائي يسجرون لي وما في الأرض واني دجيك يسجرون لي ملكا وخلقا وعبيدا ليجزي رب أكا غلطة الذين إسانن أساءوا تكالي يجزي رب غلطة الذين إسانن أساءوا بديد لغن تكا همتو دلقان بما عملوا وان إسان دلغنين ويجزي غلطة غلطة الذين أحسنوا إسانن غاري دلغن بالحسن جنتان ومن كذب نملك جبسيسة بالبعث كافر من نملك جبسيسة كفر كفر إجراء والدليل رجان قوله تعالى جت ربي والآن يتي زعم إجراء الذين كفروا وربت كفرا ألا يبعثوا إن كاف من قل جدين بلا رجاء وربي ربك يانك كده لا تبعثنا والله ككاف كافأ ثم لا تنبؤنا إيه نؤذي أدي فمتن تكانيه ممتنه ممتن بما عملتم وان وذلك سن كاسي سنت سن على الله ربي كنرتي يسير لا فاتايا ان شاء الله درسين كي كلام فكاتا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته